الآن ننتقل للمحور السابع اللي هو دور الإعلام نحو الاقتصاد الرقمي برئاسة الأستاذ جمال النصر الله، فليتفضل. اشرح الصوت. الصوت تمام. اي نعم، تفضل استاذ هادي. استاذ هادي سينيب عن استاذ جمال نصر الله. جمال نصر الله ما نعرف وين، يعني ما رد علينا، فاستاذ هادي درويش هو من سيدير جلسه الاعلام في دور الاعلام في التحول الرقمي او الاقتصاد الرقمي. تفضل استاذ هادي. مشكوره دكتوره على الفرصه وتمونين وهكتيني بس تمونين زين وانتم محل الناس وكل الموجودين فيهم الخير والبركه. اختصارا للموضوع نبدا على طول في المحاور اذا الدكتور صالح موجود. صالح الدكتور صالح موجود، الله يحفظك. تفضل دكتور، تشرفنا دكتور، تفضل عندك 10 دقائق. ابشر ابشر، بس خلنا نسوي شير لل احنا حديثنا اليوم على ما يبدا الدكتور، احنا حديثنا اليوم على الاقتصاد الرقمي والاعلام ودور الاعلام، صراحه محور جدا مهم وحيوي واساسي وتجربه جميله نسمع كل تجارب الحاضرين والموجودين. ابشر دكتور، ابشر ابشر. من الدروب بوكس؟ صح؟ انا في الدروب بوكس. بس احب على ما الدكتور صالح، الاستاذ جاسم فخرو موجود؟ اي موجود، قاعد موجود طال عمرك، موجود عمرك. هلا. واستاذ جمال استاذ جمال بنون موجود؟ لا. زين، من بعد موجود؟ أستاذ فيصل الرشيد موجود؟ حط أي شيء، حط حط بس أهم شيء ضيفي لي الملف. حطيته بالملفات. دروب بوكس. ظهر معكم على الشاشة دكتور؟ لا، وظهر واختفى بعدين. تم؟ ظهر الآن؟ لا، وأنا على الأقل ما قاعد أشوفه. لا الطبقات والمحافظات. على ما الدكتور يبدا خلنا اسوق شغله عند خاصه في القبس. الأرشيف القبس الورقي القديم متاح بشكل مجاني أصبح على أبليكيشن القبس، اللي حاب يعني يقرأ يعني على الأقل تاريخ القبس أو الأخبار في الزمان القديم من التأسيس وهو موجود يعني ومجانا ومتاح للجميع. في السابق كان يعني في قيمة تندفع للأرشيف، الآن أصبحت بشكل مجاني، اللي حاب يعني شوف الامور يعني القديمه الاخبار القديمه. انا الارشيف بالنسبه لي مقسم اكثر من قسمه غير الاخبار، مقسم موضوع الاعلانات اللي كانت اللي يعني يهتم لي هذا التخصص، الاعلانات اللي كانت في السابق موجوده شلون كانت تنعرض وشكل الاعلانات، شيء ملفت جدا ملفت يعني.
جدا جدا ملفت حق المهتم. وفي سمعت ان اول رايحين في دكتور بالاعلام خاص دراسه وجزء من الدراسه موضوع الاعلانات تطور موضوع الاعلانات الورقيه. شو دكتور ظهر ما ادري الدكتور ظهر العرض العرض ظهر على الشاشه ما في مشكله. شلون تبي يعني العرض ظاهر على الشاشه دكتور؟ لا مو مبين شاشه سوداء دكتور. غريب. طب صورتي ظاهره دكتور ولا شيء؟ اسود شاشه سوداء طالع عندي مو ظاهر شيء. غريب. طب دكتور تاخذ اللي بعدي وابدا اعيد. اذا استاذ جاسم فخرو موجود العرض ما عندك دكتور؟ لا مو ظاهر. موجود طال عمرك. تفضل استاذ جاسم خلينا نبدا معك. إنزين. على ما الدكتور يحل الموضوع التقني اللي عنده بسيطة. تفضل سا جاسم. إن شاء الله. صلاح. سا جاسم استشاري إعلام وعلاقات عامة من الكويت. يسكر الشاشة القادر. أقوله. احاول انزل البرزنتيشن بس الشاشه مفتوح من عندكم اذا تسكرون الشاشه. اسكر الشاشه من صوبي انا تبي بعد؟ لا كذي اوكي انت الحين ظاهر عندي اوكي بس اذا بتحط باوربوينت ما في اوكي. ايوه وصلنا تمام نتكلم عن الإعلام والاقتصاد تكامل وتقاطع في الأدوار. المحاور اللي ركز عليها بحاول أن أتقيد بالبرزنتيشن على أساس بس الوقت. تفضل. العلاقة التقليدية دور الإعلام في الاقتصاد الإعلام الرقمي واقتصاد الجائحة تعزز حضور الإعلام الرقمي تبني أفكار ومشاريع مبتكرين من جيل الشباب هذه النقاط الخمسة الأساسية. الإعلام والاقتصاد بين الإعلام والاقتصاد علاقة متجذرة قديمة تتقاطع فيها المصالح وتتكامل فيها الأهداف والطموحات. طبعا الاقتصاد يستفيد من الإعلام مثل ما نعرف والإعلام يزدهر في ظل الاقتصاد القوي. لذلك نلاحظ ازدهار الإعلام الاقتصادي في منطقة الخليج ومعظم الصحف حاليا في دول الخليج والدول العربية عندهم نشرات خاصة بالأخبار الاقتصادية ونفس الشيء بالنسبة لوسائل الإعلام الأخرى سواء إذاعة أو سواء تلفزيون وغير ذلك. طبعاً في الفترة الماضية والقرون الماضية كان الإعلام المحرك للركود الاقتصادي يعني الإعلام هو اللي يحرك الاقتصاد وأبرز أدوات الازدهار من خلال الدور التقليدي في التأثير على رأي العالم وتحويل الكساد إلى ازدهار أو العكس. الإعلام طبعاً يلعب دور كبير في ترويج المنتجات الصناعية والتأثير على المجتمع وتغيير البيهيفيرز واستقطاب المستهلكين ولاحظنا أن أغلب الشركات العالمية تحرص أن تحط لها يعني أفضل ميزانيات وأفضل عمل في العلاقات العامة مع الإعلام وتعتمد فيه على الاستثمار من خلال الإعلام وترصد الميزانيات الضخمة لهذا الموضوع. دور الإعلام في الاقتصاد يلعب دور جوهري في الاقتصاد من خلال المهام الآتية بنذكرها: إطلاع الجمهور على المشاريع الاقتصادية وعرض الإنجازات والمشاريع العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية، تقديم دراسات وأبحاث حول القضايا الاقتصادية مثل الاكتفاء الذاتي والكشف عن الفرص الاستثمارية، كما يتدور الإعلام في التأثير على حركة والتداولات في البورصة، تسليط يقوم الإعلام بتسليط الضوء على مكامن الفساد الاقتصادي والمالي والإداري وخلافه، نشر الإعلانات والترويج المنتجات الصناعية، تعريف الجمهور برجال الأعمال ودورهم في إنجاز المشاريع الاقتصادية،
المساهمة في التنمية الاقتصادية عبر نشر التغطيات الموسعة للموارد المالية، والتي تشمل الطاقة والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من مجالات. بعدين توعية الجمهور بالتقلبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم والركود والازدهار. هذا أهم أدوار الإعلام الاقتصاد الوطني. اقتصاد المعرفة، مع ثورة المعرفة شهد الاستراتيجية الإعلام الرقمي، والذي شكل أكبر غزو للمجتمعات وحياة الناس في الألفية الثالثة، مما جعل ينتقل من دور المؤثر إلى دور الشريك الفاعل. وهنا المسألة، انتقل هو من مرحلة لمرحلة ثانية، من دور مساند إلى دور شريك. وهذا بهذا المعنى يمكن قولنا الإعلام واقتصاد المعرفة صنوان لا يفترقان، حيث أن أصبح الإعلام الرقمي من ضروريات الحياة العامة للناس اللي لم يعد بإمكانهم الاستغناء عن المنصات الرقمية، مما حولها إلى صناعة رائدة ومتفردة تضاهي الصناعات الكبرى. نذكر هنا مثل وايد مهم صراحة على تقدم الإعلام الرقمي في أولويات الإنسان على الغذاء مثلا، حيث كانت شرارة ثورة 17 تشرين في لبنان ردت فعل الناس على قرار وزير الاتصال برفع أسعار الواتساب والمنصات الرقمية. من هنا يأتي يعني احتياجات الناس لهذه المنصة في هذه الأيام. وإذا كانت التجارة تقوم على منتج ومستهلك، فإن الإعلام الرقمي أحكم سيطرته على المستهلكين، وأصبح إنسان هذا العصر يخضع بمزاجه وخياراته إلى ما تبثه الميديا الحديثة. ولذلك لاحظنا ازدهار التجارة الإلكترونية فيما استحدثت الشركات والمصانع بوابات إلكترونية وتطبيقات خاصة بها لتلبية طلبات الزبائن. ضمن هذا التوجه تسعى حالياً كبرى المؤسسات المطورة للتكنولوجيا إلى دعم البعد الإعلامي من خلال ما تقدم من حلول ووسائل تقنية تشكل شريكاً استراتيجياً للإعلام الرقمي. شريكة استراتيجية للإعلام الرقمي تسهم في إبراز أهمية نقل المعلومة. أصبحت تنافس بقيمتها السوقية أعرق الشركات الصناعية، هذه لازم نوقف عندها كثير صراحة، وتقدر قيمة تلك المنصات مئات المليارات، وكان آخرها إقدام إيلون ماسك مالك شركة تسلا على شراء منصة تويتر حديثا بحوالي 44 مليار دولار حسب ما أفاده وكالة بلومبرج الأنباء. وتشير دراسات أخرى تدفق أموال المستثمرين على الإعلام الإلكتروني مع الطفرة التي يشهدها هذا القطاع في مختلف أنحاء العالم، فيما يقول الخبراء والعاملون في هذا القطاع أن الإعلانات تحولت من الإعلام التقليدي إلى الإعلام الرقمي، وأصبح الكثير من المواقع الإلكترونية أكثر اجتذاباً للمعلنين من الصحف الورقية. مثل ما نعرف إحنا الصحف الورقية يعني أغلبها أغلقت وقام الاعتماد على المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية. وسجلت الإعلانات عبر الإنترنت منصات الرقمية ارتفاع ملحوظ ونمو متواصل منذ العام 2016، حيث بلغت نحو 177 مليار دولار عالمياً، فيما يقدر الخبراء أن تتجاوز 500 مليار في الأعوام المقبلة. طبعاً إحنا دخلنا الجائحة هذه يعني قفزت فينا قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا والإعلام الرقمي. ممكن حتى في دول الخليج حاليا، احنا كل دول الخليج استغنينا عن الطباعة الورقية وصار الاعتماد على التكنولوجيا والإعلام الرقمي. حطينا هنا نوع من الأمثلة في أكبر خمس شركات بالتكنولوجيا في أمريكا، يعني نشوف شركة جوجل أم ارتفعت نسبتها 14% خلال الربع الثالث من 2020. اوكي، كما ارتفع صافي مبيعات شركة امازون عملاقة التجارة 37% مقارنة بالسنة اللي قبلها، مقارنة بنحو 70 مليار في نفس الربع من العام الذي سبقه، وارتفع صافي مبيعات ابل ب
بنسبة 1% تقريبا إلى 64 مليار و698 مليون. ارتفعت مبيعات أجهزة ماك إلى 29% إلى 9 مليار مقابل 6 مليار أو 7 مليار في نفس الفترة من العام الماضي المالي. وارتفع سهم أبل بنسبة 3.7%. ارتفع إجمالي عائدات فيسبوك بنسبة 22% خلال الربع الثالث من العام 2020 إلى 21470 مليار دولار مقابل 17 مليار و652 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومثلت إيرادات الإعلانات 98.8% من إجمالي عائدات فيسبوك. وموقع تويتر أعلن تسجيل أرباح أعلى من المتوقع، بلغت أرباح تويتر 513 مليون دولار أو 0.61 دولار للسهم الواحد. تبني المبتكرين الشباب يعتبر تبني مبادرات الشباب وابتكاراتهم وأفكارهم الجريئة في الإعلام الرقمي ركن أساسي من أركان ازدهار الاقتصاد. العالم يتوجه إلى العالم الرقمي حالياً بكل قوته، بكل عقلياته، بكل رأس ماله. خصوصاً أن مزايا الابتكارات الرقمية أنها سهلة وسريعة ومربحة، وتكوينها هي قضية فكرة وتنفيذ خلال أسابيع. يعني لو قارناها في أي مشروع تجاري آخر، مثلاً مصنع يبي له سنين لما ينتج ويطلع أرباح وكذا، لكن التطبيقات الرقمية، مواقع التواصل وغيرها من الأفكار والمشاريع الشبابية تعتمد على وجود الفكرة وفيما التنفيذ والإنجاز، مثل ما تعرف قد لا يتعدى أسابيع أو شهور. فتوصياتي يعني حقيقة خلال هذا المؤتمر الكريم، أولاً إطلاق منصة رقمية للمبتكرين العرب، تبني المبادرات الشبابية في مجال الإعلام الرقمي، دعم الأفكار ومشاريع التطبيقات التي يمكن تحولها إلى مورد في اقتصاد المعرفة، الدعوة إلى ملتقى سنوي بشأن الابتكارات العربية في اقتصاد المعرفة، أخيراً تبني المبتكرين المبدعين وتوفير حاضنة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع. حقيقة هذه التوصيات أشوفها جداً مهمة، لأن يعني هي لغة العصر، وما شاء الله شباب أغلبهم مهتمين في هذا المجال والصناعات متوجهة لهذا المجال. فنتمنى في الوطن العربي يكون فيه اهتمام فيهم، ويكون فيه يعني دعم حق الشباب وأفكارهم، إنه ما يخلي يعني ما نخلي الأفكار تطير يعني مع الهواء. وأخيرا طال عمرك ودي أقول، كنا في الماضي نتحدث عن اقتصاد يؤثر به الإعلام، أما اليوم فإننا نعيش في زمن اقتصاد يصنعه الإعلام، فالإعلام أصبح شريك جزء أساسي في الاقتصاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ جاسم على الكلمة الجميلة صراحة وعلى المعلومات القيمة جدا. أنا دكتور صالح راح أخليك تقريبا آخر شيء على ما تكون جاهز، بس ودي أبدأ مع أستاذ جمال. جمال بنون، رئيس تحرير ميكس اف ام، مدير تنفيذي مركز اس ام سي استشارات ودراسات اعلاميه. استاذ جمال ويانا. اهلا مرحبا، مساء الخير جميعا. اهلا بك يا استاذي، تفضل. عندك 10 دقائق. اول شيء شكرا للقائمين على هذا المؤتمر، وتحية للدكتورة هنادي المبارك هي اللي بتنظم هذا المؤتمر السنوي. أنا أعتبره مؤتمر مهم يتعلق بمناقشة اليوم الاقتصاد الرقمي يشكل نقطة مهمة في اقتصاديات العالم، ويعتبر نقلة حقيقة. إذا سمحتوا لي الآن
أنا بحاول أشارك معكم بالملف ولكن دقيقة. تفضل دكتور. تفضل أستاذ. إذا سمحتوا لي عبال ما يجهز هذا أنا أبدأ في ورقتي. طبعاً أنا بتكلم إنه كيف استعانت السعودية بالتطبيقات الرقمية خلال جائحة كورونا. طبعاً بقول إنه اليوم إحنا عارفين إنه أسهمت جائحة كورونا اللي واجهتها العالم بداية عام 2020 في الإسراع باتجاه وسائل الإعلام التقليدية نحو التحول الرقمي والاعتماد على النظم والتاليب التكنولوجيا متطورة. طبعاً أدارت السعودية أزمة جائحة كورونا بمهنية واحترافية عالية، واستخدمت كل الأدوات الممكنة لتخرج طبعاً منها بأقل الخسائر، خاصة أنها هي مثل بقية الدول النامية ليست دولة صناعية وتعتمد بشكل كبير على إيراداتها من النفط، إلا أنها وضعت خطة للخروج من هذه الأزمة وطبقتها. خلينا نسأل إيش فعلت السعودية خلال أزمة كورونا واستعانت في هذه الأزمة التطبيقات الرقمية التي ظهرت كنجم استثنائي خلال جائحة كورونا. طبعاً أول شيء طبقت الإجراءات الاحترازية خاصة في الطواف والسعي وزيارة المسجد النبوي، كانت عبر تطبيق توكلنا واعتمرنا. أيضاً هذه التطبيقين مهمين في السعودية اليوم موجودين، منع دخول أي موقع حكومي أو خاص ومراكز التسوق ما لم يحمل هذا التطبيق، يعني تطبيق توكلنا، وإبراز التحصين أيضا. وبالتالي كانت هناك نوع من استخدام التقنية الرقمية في حلول هذه الأزمة. من الأشياء أيضا التي استخدمتها السعودية، قلصت استخدام النقود الورقية وضرورة التزام الدفع الإلكتروني، وظفت أكثر من 300,000 شاب ودعمتهم لخدمة توصيل طلبات المشتريات إلى العملاء، خاصة مع استخدام التطبيقات التي كانت يتم من خلالها تنفيذ التعليمات والأوامر. أجلت دفع المستحقات المالية للجهات الحكومية من قبل الجهات الحكومية طبعاً، من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أجلت كل المبالغ التي كانت يستوجب على المؤسسات الصغيرة ما تدفعها أو المتوسطة. الحكومة طبعا في هذه الفترة أجلت كل هذه المبالغ على أساس أنه يعني حصل نوع من الخسائر كثير من المؤسسات والشركات. نعرف أنه خلال فترة جائحة كورونا تم تعليق الكثير من المؤسسات وتم إغلاقها، وبالتالي هي طبعا خسر. أيضا يعني الاقتصاد الرقمي كان حاضر في جلسات المحاكم وعقود الزواج والوكالات، كانت تتم عن بعد وعبر تطبيقات خاصة بوزارة العدل. السعودية أوقفت الدراسة الحضورية واستعانت بالدراسة عن بعد. هنا أيضا نحن نرى إنه الاقتصاد الرقمي أو يعني التطبيقات كان لها دور كبير وحضور مميز، يعني نشطت التجارة الإلكترونية، تأتي السعودية في المرتبة 25 في قائمة ترتيب أكبر أسواق التجارة الإلكترونية حول العالم بحجم عائدات وصل إلى 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2020. طبعاً طور تطبيق أبشر. تطبيق أبشر هذا في السعودية يعتبر من أكبر التطبيقات التي تقدم خدمات جليلة للمواطنين وأيضاً للمقيمين لإنجاز كل الاحتياجات الضرورية الرسمية.
مثلا تجديد جواز السفر، رخص القيادة، بلغ مجموع الخدمات التي يقدمها النظام أبشر 180 خدمة. يستطيع أي شخص يستطيع أنه هو يستفيد من هذا، وتجاوز عدد المستفيدين الموثقين 22 مليون عميل مستفيد. بلغ عدد التطبيقات التي يتم تحميلها على الهاتف الذكي في السعودية نحو 82 تطبيق. اليوم معظمنا كلنا اليوم لما نستخدم الهواتف الذكية لا يقل عن 82 تطبيق احنا بنستخدم، اما مصرفية او استخدام لطلبات الاكل او انها اللي يعني لها اهمية خاصة سواء في العلاج او الصحة او ممارسة الرياضة وغيرها من التطبيقات، لعلها من اهمها ابشر واعتبرنا وتوكلنا. هذه كانت يعني ثلاثة تطبيقات. نتحدث عن 82 تطبيق في جوالات السعوديين. متوسط عدد التطبيقات اللي يتم تحميلها على الهاتف الذكي في السعودية 82 تطبيق، ويعتبر هذا الرقم كبير طبعا. يحتوي كل هاتف ذكي في السعودية وسطيا على 7 تطبيقات مدفوعة، يعني بيدفع قيمتها، بيحمل التطبيق وبيدفع أيضا، وبالتالي احنا نشوف انه هذه التطبيقات مستفيدة، وصناعة التطبيقات وصناعة الخدمات هذه اكيد بتستفيد لما يعني بيتم تحميل هذه التطبيقات في جوالات المواطنين او بيتم دفع قيمة الاشتراكات. طبعا في تطبيقات مجانية كمان، لكن هنتكلم عن موقع الإعلام في التحول الرقمي، وهذا هو محور حديثنا. الإعلام الرقمي طبعا قبل شوية أتحدث زميلي وأتكلم حول هذا الموضوع، ولكن عندي أنا إضافة خطيرة، هو إنه الإعلام الرقمي فرض نفسه ليس خلال فترة الجائحة، وإنما منذ أن بدأ التحول الرقمي يفرض نفسه على الساحة، وأبعد الإعلام التقليدي طبعا من مساره، وأصبح الإعلام عبر المنصات الرقمية واقعاً، وأصبحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي جزء رئيسي في الطفرة التي يشهدها الإعلام المعاصر، وأصبح التحول الرقمي في الإعلام واقعاً معاشاً في الدول المتقدمة التي دخلت بالفعل عصر الإعلام عبر المنصات الرقمية، وفتحت شبكات الجيل الخامس الباب أمام التحول الرقمي الذي شمل كل أساليب الممارسة الفعلية. طبعا التجارة الإلكترونية، وهذه إن شاء الله تكون يعني النقطة الأخيرة، برزت التجارة الإلكترونية في دول الخليج في العقد الأخير إحدى القطاعات الواعدة، نظرا إلى نموها السريع ومبيعاتها الكبيرة وأفاقها الجاذبة التي لفتت أنظار كبار اللاعبين في العالم في التجارة الرقمية. خلال 5 سنوات في دول الخليج أظهرت التقديرات أن نمو سوق التجارة الإلكترونية في دول الخليج بلغ 32%، وهذه خلال فترة من 2015 إلى 2020. عندي توصيات حذكرها، يعني إن شاء الله تكون المعلومات اللي ذكرتها تكون يعني ملخص إن شاء الله تكون مهم للسادة المتابعين. التوصيات اللي يعني عارضها، من المهم جدا أهمية تقييم الخدمات التي تقدمها التطبيقات ورفع جودتها. 2، ضرورة سرعة التجاوب مع أي ملاحظات ومعالجة الخلل. إنه اليوم معظم الشكاوى التي تيجي من المتعاملين مع التطبيقات إنه بيتعامل مع التطبيق لكن التجاوب بطيء جدا مع الجهات المعنية التي تقدم الخدمة. ممكن تتأخر يوم يومين أو تتأخر كذا، بينما هذا يفترض إنه ما يكون موجود. من المهم أن تساهم التطبيقات في تقليل فترة الإنجاز، مو تقعد يومين ثلاثة. أوكي أنا دخلت المعلومة في ظرف 5 دقائق، ولكن من المخجل جدا أني أنا أنتظرها 5 أيام عشان تدخل. ضمانات بعدم اختراق المعلومات الموجودة في هذه التطبيقات، وإن شاء الله يعني أكون قدمت معلومات موجزة ومبسطة، وهذه مشاركتي. شكرا لكم أستاذ جمال، أشكرك جدا على المعلومات وعلى نقل تجربة المملكة العربية السعودية. أنا شخصيا جربت تطبيق اعتمرنا، وبالنسبة لي من أجمل وأدق
وأفضل التطبيقات اللي يعني محزن نقول هالجملة بس اللي انتجتها كورونا على الأقل أو الكارثة هذه اللي خلت صحيح بمحيطنا الخليجي إن إحنا بخلال استخدامات الطاقات الشباب العملاقة اللي موجودة اللي انتجت تطبيقات نظمت أمورنا نظمت حياتنا وأيضا حافظت على حياتنا من خلال الترتيب ويعني مواجهة هذه الجائحة الكبيرة يعني. فتجربة رائدة كما هي يعني معروفة بالمملكة العربية. الأزمات تولد الإبداع. بالضبط صحيح. كل الكوارث العالمية انتجت إبداعات صحيح. صحيح. ما أدري إذا أستاذ فيصل الرشيد موجود. أستاذ فيصل موجود. لا ما أعتقد موجود. إذن دكتور صالح نرجع لك دكتور صالح. دكتور صالح. عليك والله معاك أنا بس. للأسف ما قدرت إلى الآن أحمله فطلبت من الدعم الفني يحملونه على الشاشة ما أدري المشكلة وين ماني عارف والله خلينا نسولف عنها دكتور حتى لو ما نفعت يعني إذا تنقل أنا أستاذ هادي بس تنتظرنا دقائق الحين نفتح العرض التقديمي وين أنا تحت ما في مشكلة أيوة مو طالع ليك هاتوا نفتحنا لا هذا معلم العارس نسكره هذا طور بوينت ما تجي معلمنا نسكره بس دقيقة نريد نفتح مرة ثانية كمان نتفليكس نزلنا غير فتحت من الشيء اللي سكته ايوه ممتاز جدا ممتاز عفاكم الله والله انا احب اشكر الاخوان والاساتذه الذين سبقوني في 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 التقديم صراحه هو رب ضاره نافعه الصوت واضح اي تفضل فرب ضاره نافعه احنا شويه علق معنا موضوع العرض الباور بوينت لكن هم صراحة أعطوا مقدمة جيدة بالنسبة للموضوع الذي أريد أن أتقدم بالحديث عنه هو موضوع في الحقيقة شيق جدا ويتحدث عن أمر جديد جدا في عالم التقنية وفي عالم الإعلام وفي عالم الاتصال وكل هذه الأمور اللي جالسة تحدث تغيرات في مجتمعنا أو عموم المجتمعات العالمية اللي هي المنصات الرقمية سواء الخدمية أو التي تقدم أو التي تقدم دراما تلفزيونية في الحقيقة فإذا أردنا أن نتحدث عن موضوع المنصات الرقمية بشكل خاص من اتجاه إعلامي يعني وهو المراد الآن سبقوني الإخوان سواء الذين تكلموا عن موضوع المنصات الرقمية الحكومية أو الاقتصادية أو التعليمية مثل منصة مدرستي أو المنصات الصحية مثل منصة صحتي أو توكلنا الخدمية للحج والعمرة كل هذه المنصات هي أعطت فكرة مسبقة عما كنت أريد أتحدث عنه وبالأخص الأخ جاسم فخر تحدث عنها بشكل جيد الآن في الحقيقة أنا أريد أن أتحدث عن المنصات الرقمية التي ظهرت فيها نوع من أنواع الريادة الإعلامية بمعنى كيف الآن عندنا مجموعة من المنصات الرقمية التي تعرض الدراما التلفزيونية وبالأخص مثل شركة نتفليكس أصبحت شركة عالمية أصبحت ذات ماركة عالمية بشكل مسجلة يعني لها قيمة كبيرة جدا في السوق فعندما نريد أن نتحدث عن مثل هذه المنصات لابد أن يكون خلفها مجموعة من النقاط أو المحاور التي التي قدر لها أن تكون في هذه القمة من خلال بداياتها التي كانت في السابق تؤجر أفلام عن طريق DVD وترسلها عن طريق البريد في الحقيقة لما نتكلم عن مثل هذه الأمور لابد أن نرجع إلى ما هي الأساسيات التي اعتمدتها هذه المؤسسة مؤسسة نتفليكس وأصبحت في هذه الريادة اليوم إذا أردنا أن نرجع قليلا إلى عام 97 في كيفية نشأة هذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة
نقول أنها عندما نشأت بهذا الشكل وبهذه الطريقة أنها كانت من خلال تأجير أفلام الدي في دي وأرسالها إلى مجموعة من المشتركين. هذا الكلام كان في كخدمة تأجير فقط. ثم انتقلت من مرحلة التأجير إلى مرحلة متقدمة قليلاً وهي إنتاج بعض الأفلام القديمة وعملها بشكل حديث وجديد، يعني جددت هذه الأفلام خلال الفترة هذه. مرحلة مرت بها المرحلة هذه هي مرحلة جميلة جداً اللي هي بدأت تشكل المشتركين بطريقة اشتراك على مواقع الإنترنت بحيث أنها تعرف عملائها كم هم. في الحقيقة أنا ودي ليه لو أستطيع أن أحرك الشرائح كي يتابع معكم. نرجع إذا استطعت، أنا لا أعلم ما المشكلة في تحريك الشرائح، هل هي من لو نرجع إلى الشريحة اللي كامر عليه دكتورنا شنو الحين ماشيين صح إحنا معاك تبي لا 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 بعدها؟ أبغى الشريحة الثانية تعريف المنصات. أيوة نعم، هي لما المزايا اللي وفرتها نتفليكس هي بث محتوى متكامل وحصري من الأفلام والمسلسلات والبرامج هذه كانت في بدايتها. ثم بدأت تزيد من عدد لغات بحيث أنه 37% من العالم أصبح يشاهد نتفليكس، فلا بد من وجود تعدد لغات يفهمها الجميع، يفهمها الكل في شرق آسيا، في غرب، في أوروبا، في جميع أنحاء العالم. هو 37% من سكان العالم، هي نسبة كبيرة جدا يعني بالنسبة لمن يستخدمون الإنترنت. جودة الخدمة المقدمة في هذه المنصات، حيث أن العميل له دور كبير في مسألة تطور وريادة نفس منصة نتفليكس. النقلة النوعية الأخرى التي أحدثتها نتفليكس، طبعا أنا سأتحدث عن الطرق النقلية في النهاية، لكن أنا أعطي مقدمات عن الأسباب التي ساعدت في هذه الطرق التي تنقل نتفليكس إلى طبعا إلى 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 شركة عالمية لها ثقلها ووزنها المالي اليوم، وأيضا مشتركيها في العالم أجمع. فنجد أن جودة الخدمة المقدمة في منصة نتفليكس يعني تفوق المنصات التي تقدم الدراما بشكل كبير جدا، يعني لأن لديها معامل ومختبرات وأجهزة متقدمة جدا جدا جدا. أيضا رأي المستفيدين كان له دور فاعل في تطوير منشآتهم، بحيث اللي هو رد الفعل أو الفيدباك الخاص بالانطباع الجمهور عن هذه المسلسلات التي تقدم أو الخدمات التي يقدمونها نتفليكس، من أجل تحقيق التفاعلية التزامنية بين الشركة وبين الجمهور. الشريحة اللي بعدها الله يغفر لك، البعدها الله يحفظك. طبعا مثل ما شرحت في البداية أنها خدمة تقدم مجموعة متنوعة من العروض التلفزيونية والأفلام والمسلسلات والأعمال الأنمي والوثائقيات وغيرها من الأعمال الحائزة. طبعا هي تخصصت في هذا المجال من خلال قوتها في إنتاج المسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية بشكل جيد جدا من خلال الأجهزة المتصلة بالإنترنت، وهي هذه النقلة النوعية التي نقلتنا من الدش في السابق وما قبله من الساتلايت وطريقة استخدامه، والآن أصبحت رقمية. حتى طرق المشاهدة الآن لدى الجمهور أصبحت مختلفة بشكل جذري. كنا نشاهد المغرب جميعا، أنا نجلس في مجلس واحد مع الأسرة، اليوم أصبحت جميع الأسرة شخص يشاهد مباراة، الشخص الآخر يشاهد مسلسل، الشخص هذه أنماط. لكن أنا لا أريد أن أدخل في هذه الأنماط المشاهدة، وإنما أريد أن أدخل ما الأسباب التي جعلت نتفليكس تتقدم بهذا الشكل وأن تحصل على هذا المركز من بين الشركات الرائدة في العالم. الشريحة اللي بعد الله يرضى عليك. طبعا هذا تحدثنا عنه نشأة نتفليكس، أريد الشريحة اللي بعدها، الشريحة الأخرى. طريقة النمو كانت نمو طبيعي ومتدرج، يعني ليست طفرات كما يحصل في بعض الشركات. فنجد إذا حصلت طفرة نمو يعكسها طفرة سقوط هائلة جدا في الأرض. هي نموها كان متسارع، وكان التسارع هذا متناغم مع الزمن مع عدد المشتركين، بحيث أنها أصبحت يعني تسير وفق خطط استراتيجية مبنية على علوم وليست على
تخيلات وتصورات ورغبات من ملاك الشركة، نمت وتحولت إلى شركة رائدة في العالم. عام 2011 وصلت إلى 22 مليون مشترك، مقارنة في عام 2019 وصلت إلى 150 مليون مشترك في العالم. هذا الكلام يعني يدل، لو قارنا أن أعداد الجمهور والمشتركين خلال الفترات هذه، طبعا هذه طريقة تحليلية، أنها تكون متناسقة ومتساوية. في أصبح في العالم 37% من أنها واصلة لجميع أنحاء العالم. أصبحت أفضل علامة تجارية من حيث النمو والتطور. الشريحة اللي بعدها، الشريحة الأخرى. طيب، ما هي؟ طبعا ظهرت من خلال أربع عمليات استطاعت أن تكون أو تجعل منها بيئة ضخمة في عالم الترفيه والإعلام. الخمستاشر سنة السابقة كانت على أربع محاور، تنقلت منها بتدرج وبطريقة جيدة جدا، اللي هي من إرسال أقراص فيديو رقمية طبيعية إلى جميع المشتركين. أصبح المحتوى القديم لديها استبدلته بمحتوى أصلي جديد، إما أنها وضعت ألوان، وضعت خلفيات جيدة، أضافت لها بعض الأموشن، بعض الجماليات التي تساعد على تحديث تلك الصورة من تلك الزمان. طبعا أصبحت بينما كانت تشتري من الشركات التي تصنع وتنتج المواد الإنتاج البرامج التلفزيونية، أصبحت هي التي تقوم بإنتاج أفلامها ومؤسساتها وبرامجها من خلال استوديوهات خاصة بهذه الشركة، تتيح لها بشكل كبير إنتاج أعداد هائلة وبدرجات عالية من الدقة والصفاء في عرضها للمشاهد، بحيث أنها تختلف عن المسلسلات التي تشترى من قبل الحكومات أو من تشترى من قبل شركات ضعيفة. انتقلت من كونها شركة أمريكية فقط، أصبحت شركة عالمية مختصة بالترفيه تقريبا في 190 دولة. طبعا هذا حسب دراسات، طبعا كل هذا حسب دراسات وحسب تم الرجوع إليها وخلال كتب مؤلفة عن نتفليكس حديثة جدا. أريد الشريحة التي تليها. تميزت طبعا نتفليكس صراحة، يعني استخدمت طرق جميلة جدا ورائعة لو استخدموها رواد الأعمال في هذا المجال، وأنا أعتبرها أصبحت رائدة، وأنتم تلاحظون يعني هذا الشيء، أنها تبحث عن بيئة عمل رائعة تتمثل في الزملاء المذهلين. إذا يكون هدفك هو تطوير بيئة عمل تتكون حصريا من زملاء مذهلين، كيف استطاعوا أن يحصلون على هؤلاء الأشخاص؟ الشركة لا يمكن أن تحصل على جميع من يكون في يوم وليلة جميعنا مذهلين، لكن لديهم طرق عجيبة الآن سأشرحها في المستقبل. تكثيف المواهب، الموهوبون يزيد بعضهم من فاعلية بعض، وهذه نقطة ممتازة جدا لابد أن ينتبه إليها المدراء والتنفيذيين والمبتكرين والمبدعين في مسألة أن كيف تستفيد من المبدعين. مجرد أن تحظى بكثافة أصحاب المواهب. عندك ثلاث دقائق، دقيقتين ثلاث دقائق، أعطوني آخر شريحتين أجل، عشان لأن الطرق التميز هذه أريد أن أتحدث فقط عن خلال طرق التميز هذه التي استطاعوا فيها أنهم يكونوا قاعدة. أنا آسف على الإطالة، لكن هو صراحة يعني موضوع الشريحة التي تليها تحدثت عن الطرق التي استطاعت فيها نتفليكس أن تتميز، أن يكون التميز فيها لها عدة محاور، من خلال البيئة، من خلال المواهب، من خلال الموظفين، من خلال القضاء على أصحاب الأداء المتوسط. أن أداء المتوسط، أنك بحيث أنك تستطيع أن تقوم بتوظيف موظف له جدارة عالية جدا بمرتب عالي جدا، أفضل من توظف 10 موظفين أداءهم متوسط يكلفونك راتب 3 أشخاص أصحاب خبرة وأصحاب جودة وأصحاب مهنة موهبة عالية. ثم كانت لديهم صراحة عالية جدا بينهم وبين المسؤولية وحرية المسؤولية، كانوا يعطون الموظف حرية المسؤولية الخالصة التامة أنك تتصرف في العمل وتنتج بالشكل الجيد، لكن لا يناقشون المسألة التي وقع فيها الموظف الخطأ، وإن لماذا أنت وقعت في الخطأ، وإنما يسألون ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك الخطأ. لا يلومون الموظف، بل يلومون المخطط الاستراتيجي اللي وضع هذه الخطة، لماذا وقع هنالك خطأ. وهذه من الطرق الجيدة التي أعجبتني في عدم محاسبة الموظف بالشكل المباشر، وإنما محاسبة المخطط الاستراتيجي الذي خطط لهذه المنشأة كيف لها أن تتطور ولماذا وقع الخطأ.
ثم ثالثا الأسلوب الذي كانوا يتعاملون معه في أداء الرواتب لم يكونوا يعطون مثلا بونص أو والله أنت عندك مجهود زائد الشهر هذا ونعطيك، هم يضعونه لك ستاندر مع المرتب الشهري، بحيث أنه لو عرض عليك في يوم من الأيام وقال لك والله يا أخي تعال داوم يوم الجمعة مثلا، تقول والله أنا راتبي مكفيني وكذا. لا، هم المسؤولية هذه يقول لك أنا والله لا، لابد أني أحضر لأن أنا راتبي فعلا يغطي هذه أوقات الدوام العمل الموجودة عندي، أنا وقتي كله للنتفليكس. وهذا الشيء الجميل صراحة أعطى منه ولاء إلى إيش الموظفين الموجودين عليه. توظيف الموظفين لديهم تغذية راجعة من قبل الجمهور ومن بين أنفسهم نفسهم، مجموعة الموظفين أنفسهم يقومون بتغذية راجعة إلى المسؤولين، فهذه صفة جيدة لأن أغلب الموظفين يقوم بأداء عمل أنجزوا 90-180% هو لم يحدد، لكن لابد أن نطلب منك تغذية راجعة تفصل فيها ما هي الأسباب التي أدت إلى مثلا التطور الزائد أو أن التقليل من أداء العمل. طبعا كان يطلب منهم الأسلوب أن التعويض عن الموظفين هو غير صحي، أصبحت نتفليكس تقوم بجذب جميع الموظفين المتميزين مثلا منتجين مخرجين كتاب مؤدين إلى آخره، فكانوا يعطونهم رواتب عالية جدا إلى أن أصبح لديهم الموظفين متميزين، فأصبحوا يستغنون بشكل مباشر عن الموظف المتوسط، أصبح لديه القدرة على أنه إيش يرفع من كفاءته بسبب احتكاكه مع الموظفين المتميزين، فأصبح الكل حتى أنهم لعلي لا أطيل عليكم حتى أنهم الموظف الذي يريد أن يستقيل يقول له نعطيك استقالتك لكن نعطيك راتب 6 أشهر أمام يعني نعطيك 6 أشهر كل شهر تجي تستلم راتب وأنت في بيتك إلى أن تجد العمل المناسب. فعندما يسمح المخرج الفلاني أو الكاتب الفلاني أو الناقد المسرحي هذه المميزات التي تعطى وتقدم لفريق من فرق شركة نتفليكس يكون لديه الرقبة الكبرى، إذا كان أنا أمن نفسي، إذا كانوا هم يقولون لي رحل بيتك واجلس في بيتك وابحث عن وظيفة ونعطيك راتب مرتب 6 أشهر حتى تجد الوظيفة المناسبة، إذا في رعاية لابد أن يكون في انتماء. أعتقد كل هذه الأمور من الشفافية بين القيادة وبين الموظفين هي التي أدت إلى هذا التطور بشكل كبير جدا. أنا أعتذر على الإطالة صراحة جدا، لكن هو الموضوع كان متميز بحيث أنه نقلة نوعية جديدة في صناعة الإعلام وصناعة التلفزيون وصناعة الدراما في صناعة الخبر نفسه، الخبر الصحفي أيضا له دور كبير جدا. وأنا أعتذر والله جدا على الإطالة، وفقكم الله. يعني في النهاية صراحة أشكر جميع القائمين على هذا المنتدى، لا أريد أن أحدد شخص واحد كي لا يسقط سهوة، أشكر الجميع شكر جزيلا ووفقكم الله، وشكرا إلى حسن استماعكم، ونعتذر عن بعض الأخطاء التي وردت في هذا العرض. نعم بسيطة. أشكرك دكتور على المداخلة وعلى المعلومات القيمة والتجربة الثرية لنتفليكس. صحيح، لأن أنا يعني قلت أخلي نفسي آخر واحد بتكلم، يعني المعلومات اللي قيلت يعني ما بحاول إني ما أكررها، بس بتكلم عن تجربة جريدة القبس في الانتقال إلى التحول الرقمي، وأيضا موضوع تحويل المحتوى الصحفي أو المحتوى الإعلامي إلى منتج قابل للبيع والاشتراك. والحقيقة يعني إحنا لما جينا قبل لا نخطو هذه الخطوة كان من المهم إن نشوف التجارب اللي موجودة في العالم، فكان في تجربة قيمة اللي هي نيويورك تايمز اللي بالبداية وقفت الإصدار الورقي بسبب قلة الإعلانات، وهذا المشكلة اللي قاعد تواجه الصحف الورقية كلها دون استثناء. بعدين انتقلت إلى الموقع الإلكتروني، بعد فترة اختارت خيار جدلي في ذيك الفترة ان انت اليوم لازم تشترك عندي انا كنيويورك تايمز اساس تقرا المحتوى والاصدار ونوعيه الاخبار. هذا بالنسبه لنا طرح تساؤل وايد جوهري اليوم، هل ممكن ان هذا المحتوى او المحتوى الاعلامي قابل ان احنا نعرضه كمنتج بيع، ممكن نبيعه، ممكن يكون في مشتركين؟ لما درسنا هذه الأجواء المشكلة كانت عندنا في جزئية مهمة، هي قضية أن الجمهور العربي
مو متعود على أن يدفع فلوس مقابل محتوى يعني. قد يكون نعم مشترك إلى نتفليكس لأن مكتبة عملاقة، قد ممكن يشترك يعني مثلا على سبيل المثال يشترك في شاهد لأن شاهد مكتبة إعلامية، لكن هي بالنهاية مكتبة ترفيهية يعني تقدم محتوى ترفيهي اجتماعي أيا كان ممكن نسويه في هذا القالب. لكن هل ممكن أن هذا المحتوى اللي هو محتوى الصحفي المحتوى الوثائقي المحتوى الورقي ممكن هذا في يوم من الأيام أن احنا نقدر نسويه؟ فكانت التجربة الأولى اللي هي انتقال القبس إلى ما نستحدثه اللي هو القبس البريميوم. القبس البريميوم كانت تجربة جيدة بالنسبة لنا لأن هي أعطتنا قراءة واضحة لمزاج الجمهور، وكانت أول تجربة أن هذا الأرشيف العملاق اللي تملكه جريدة القبس بكل الأصدارات المتنوعة القديمة من بداية التأسيس إلى اليوم وغدا أن تكون متاح للجمهور مقابل المادي. اكتشفنا أن هذه الخطوة الأولى أصبحت هناك عندنا جمهور. أنت اليوم عشان تبيع منتج جديد على الناس لازم أنت تبيعه كأجزاء، لا من الأخطر شيء أنك تبيع منتج جديد والناس مو متعودة عليه تعرضه بشكل كامل يعني، الناس بالتالي لن تقبله. فمن المهم كان بالنسبة لنا احنا نحول القبس عبارة عن منتج ضخم ممكن الناس تشترك فيه، لكن أساس أقنع الناس في شراء هذا المنتج الكبير العملاق لازم أجزأ إلى أجزاء. واحدة من الأجزاء الأولى اللي بدينا فيها اللي هو الأرشيف الورقي القديم. الإصدارات الورقية كانت من بداية التأسيس يعني من 72 إلى هذا اليوم، المحبين الأرشيف واللي عندهم التثقيف العام أو اللي يبحثون عن معلومة قديمة كانوا من المشتركين القبس. بعدها انتقلنا إلى خطوة مهمة أخرى هي قضية أن المنتج اللي أو أن يكون عندنا منتج محتوى خاص إحنا أيضا نعرضه كمشتركين. جزء منه كان كبير اللي هي البرامج الخاصة، برامج القبس الخاصة. واحدة من البرامج الرئيسية اللي هو يعني مشهور جدا اللي هو صندوق الأسود. صندوق الأسود كان بالنسبة لنا النجاح الاستثمار الطويل اللي اتخذناه في إن إحنا نحول محتوى الجمهور يقوم يقدم يعني يشترك أساس إنه يشوفه. ولله الحمد يعني في كل مراحل وضيوف الصندوق الأسود أثبتوا أن الجمهور العربي أو الجمهور خلينا نقول الخليجي والكويتي جمهور ما عنده أي مشكلة إنه هو يشترك في مقابل أنه يحصل محتوى مميز. وهذه كانت التجربة المهمة اللي إحنا كنا يعني نحتاج أن ننتقل لها. قطاع الإعلام أو قطاع خلينا نقول التسويق أو خلينا نقول الشركات اللي تقدم الرعايات، ولازم نكون واضحين لأن في السابق الصحف الورقية كانت تعتمد على الاشتراكات في المقام الأول والإعلانات أو الاثنين بالتساوي، وبعض مرات الإعلان هو اللي يكون الأكثر. الصحف الورقية فقدت هذا الأمرين يعني فقدت المشتركين وفقدت الإعلانات، فبالتالي الموقع الإلكتروني أصبح هو البديل. شركات بشكل عام وصلت لقناعة أن أنا بالنسبة لي أن أنا أحط إعلان في جريدة ورقية هذه خسارة لي، خسارة للمنتج اللي بعرضه، وبالتالي لازم أروح أقدمه إلى 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 جهة تقدم نوعا ما المنتج بشكل مختلف يعني. وهذا الخدمة الكبيرة اللي احنا قدمناها للشركات اللي موجودة واللي مستثمرة معنا ان احنا نقدم محتواهم او نقدم منتجهم من خلال منصات القبس المختلفة ولكن بطريقة مميزة. الشركات تعلم بأن التحول الرقمي، تعلم بأن منتجها راح ينجح اذا حطتها في الشركات الكبيرة. واحدة من المعلومات الجميلة اللي توقيلت يعني من المحاضر اللي ويانا استاذ جاسم فقرو ان في 2016 حجم المالي في 2016 كان 177 مليار متوقع انه يوصل الى نصف تريليون دولار. لازم احنا في الدول الخليجية
بالمقام الأول أن هذه الأرقام تكون جزء منها بقوتنا اليوم في أن يكون عندنا منتج إعلامي قوي. منتج الإعلامي هذا أساس يكون قوي يحتاج إلى دعم، دعم كبير من المؤسسات الإعلامية، وأيضا دعم من الجمهور اللي يعطونك دفعة معنوية استمرار لقدام. أنا يعني تخيلي والجائحة هي يعني على الأقل أنا رؤيتي للمستقبل، أن إحنا عندنا اليوم تطبيقات مختلفة، مختلفة اتجاهاتها وضعت بصمة يعني على مستوى العالم، وأنا أعتقد أنه هو بدعم الدول بشكل أو بآخر، بفتح المجال، بدعم المبدعين الشباب اللي موجودين، إحنا قادرين أن نوصل إلى مستويات كبيرة جداً. ويوم الأيام من المهم جداً، وهذا يعني يمكن بختم هذا يعني كلمتي في هذا الاتجاه، من المهم جداً أن إحنا يكون لنا رأي في الإعلام العالمي، من المهم جداً يعني أنه يكون لنا، لأن إحنا في السابق، في التاريخ السابق إحنا نتأثر. اليوم CNN ممكن تنزل خبر، وفي السابق كنا نتأثر منه، BBC تنزل خبر أو مقابلة تلفزيونية أو أي كان، نتفاعل نتأثر فيها. العالم يعني في السابق كنا نشوف العالم من خلال هذه القنوات العملاقة، الموضوع أصبح الآن لازم يختلف، لازم إحنا نقول للعالم من خلال نظرتنا، إحنا نوصل أفكارنا من خلالنا إحنا، وليس الاعتماد على الشبكات الإعلامية الضخمة. نحن عندنا القدرة وعندنا الكفاءة وعندنا الإمكانيات الكبيرة، لكن هو يتطلب إلى جهد مشترك من الجميع. أنا يعني قلت أختم يعني تقريبا بالضبط، وهذه دقيقتين اللي ظلت عندي. أنا أشكر الجميع وأنقل طبعا تحيات رئيس التحرير الأستاذ وليد جاسم مضف الزميل، وأيضا تحيات نائب رئيس التحرير عبد الله غازي المضف لكل المحاضرين والحاضرين، ويعني اللي أعدوا هذا المؤتمر الجميل والمعلومات القيمة اللي سمعناها اليوم واللي سمعناها الفترة اللي فاتت. دكتورة هنادي شكرا على هذه الفرصة، وتشرفت بإني أستمع إلى مميزين ومحاضرين قيمين. أنا خذيت يعني وايد نوت، وايد ملاحظات، لأن الأمانة يعني من الخطأ الاعتقاد أن أنت تجربتك ناجحة ما تستفيد من تجارب الآخرين، بالعكس هذه التناقل المعلومات. اليوم أنا سجلت نقطتين أعطتني أفكار أن أنا مو يعني نحتاجهم في تطوير محتوانا في الأيام القادمة وتقديم عرضنا. يعني شكرا دكتورة هنادي، وشكرا للموجودين. أشكرك دكتور أستاذ هادي درويش من جريدة القبس لإدارة هذه الجلسة الناجحة، ويعني بينت دور الإعلام في خدمة أو التحول الرقمي أو دعم الاقتصاد الرقمي، وهذا ما يتحدث عنه كذلك المؤتمر عن منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي. والحين يعني أظن الجميع اطلع على كيفية دخول الذكاء الاصطناعي إلى المعلوماتية أو الرقمية والتحول الذي يحدث، والذكاء الاصطناعي كذلك له علاقة كذلك مباشرة في مخرجات مراكز الابتكار وريادة الأعمال. ونود أن يعني نشير إلى الحضور أنما عندما أتت الجائحة COVID-19 وأشلت العالم، أو يعني خلينا نقول ضربت العالم هذه الجائحة، تصدى لهذه الجائحة بكل قوة وبكل جدارة الذكاء الاصطناعي ومخرجات مراكز الابتكار. إذن اليوم نجتمع في هذا المؤتمر ليعني موضوع هام جدا، وهو على أولوية الأجندة الاقتصادية، هو التنويع الاقتصادي. مؤتمرنا مؤتمر يعنى بالتنويع الاقتصادي، وهو المؤتمر الأول والأوحد في العالم من يهتم أو من أطلق التنويع الاقتصادي عبر برامج التكنولوجية الجديدة، وهما برامج الابتكار وبرامج ريادة الأعمال وبرامج الذكاء الاصطناعي ونقل وتسويق التكنولوجيا ومسرعات وحاضنات الأعمال. هناك أجيال متوالية، جيل حاضنات الأعمال من الأجيال القديمة، جاء بعدها جيل مسرعات الأعمال لتسريع الشركات، لتسريع الخدمات، لتسريع
وضع الشركات، وإن كانت شركات عملاقة حتى شركات العملاقة الآن أدخلت استراتيجيات الابتكار وانتقلت من إلى، ونجد في كذلك الجائحة هذه الشركات التي لديها الخدمات الافتراضية والخدمات اللوجستية يعني هيمنت على السوق ولن تخسر في خلال الجائحة، في حين أن الشركات التقليدية والتي لديها خدمات تقليدية ويعني خلينا نقول ما استثمرت، ما نقول تجاهلت الابتكار، وإنما ما استثمرت في الابتكار باعتباره يعني استثمار طويل الأجل، خسرت الكثير خلال هذه الجائحة. فإذا احنا اليوم يعني قاعد نتكلم عن موضوع مهم حيوي على أولوية أجندة الاقتصادية العالمية، وهو التنويع الاقتصادي في هذه البرامج الجديدة، والتحول الرقمي والتحول التكنولوجي، وكذلك ما يسمى بالنمو الذكي. نشكركم.